إذن طقس مستقر غالبا في معظم أوقات هذا الأسبوع مع بعض عدم الاستقرارية في بعض الأيام واستمرار الأجواء الباردة في المملكة وأجواء غير مستقرة وطقس غير مستقر على رأس هذه السنة. كل ذلك في التفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. إذن تبقى درجات الحارة في المملكة منخفضة عموما خلال هذه الفترة، حيث كما نلاحظ بهذا اللون الأخضر تشير إلى مدى انخفاض درجات الحارة عن معدلات الأجواء مستقرة لكنها باردة خلال اليومين القادمين. كما نلاحظ تحركات الكتل الهوائية ما زالت تشير إلى سيطرة الأجواء الباردة ودرجات الحارة دون المعدلات بشكل عام. فيما إذا أخذنا الأحوال الجوية متوقعة هذه الليلة، فمتوقع أن تكون الأجواء غالبا صافية بشكل عام هذه الليلة في العاصمة عمان. درجة الحارة الصغرى هذه الليلة تهبط في العاصمة عمان إلى حوالي 5 درجات مئوية في ساعات هذه الليلة. درجة الحارة الملموسة تنخفض إلى درجة مئوية واحدة، وبالتالي الأجواء تكون شديدة البرودة في بعض مناطق المملكة بشكل عام. دعونا نتعرف على الأحوال الجوية خلال 3 أيام القادمة. إذن يوم الثلاثاء 12 إلى 4 درجات، غدا تظهر كميات كبيرة من السحب المتوسطة والعالية. نتحدث غدا عن أجواء تكون ذات درجات حرارة منخفضة من ناحية درجات الحرارة الملبوسة نتيجة قلة الإشعاع الشمسي. أيضا يتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى في العاصمة حوالي 12 درجة مئوية، ليلا 4 درجات وأجواء تبقى باردة إلا شديدة البرودة. يوم الأربعاء درجة حرارة 11 درجة مئوية، أجواء غائمة جزئيا، هناك فرصة لبعض الزخات المحلية من الأمطار في ساعات العصر والمساء، والصغرى 5 درجات مئوية. الأجواء تبقى إجمالا مستقرة مع فرص ضعيفة لزخات محلية أيضا من الأمطار يوم الخميس، والعظمى 11 درجة مئوية في العاصمة عمان، والصغرى ليلا حوالي 7 درجات مئوية. بعد ذلك وخلال آخر يوم من هذا السنة سأتحدث عنه بعد قليل، لكن نتعرف الآن على درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الثلاثاء والصغرى ليلة الثلاثاء الأربعاء بالتفصيل، ونبدأها من المناطق الشمالية من 14 إلى 6، في عجلون 13 إلى 7، في جرش من 13 إلى 7 أيضا، وفي المفرق من 13 إلى 4 درجات مع ظهور لكميات كبيرة من السحب والغيوم. في المناطق الوسطى في العاصمة عمان من 12 إلى 4، في السلطة 12 إلى 6، في الزرقاء من 13 إلى 5، في مأدبة من 14 إلى 5، وفي البحر الميت من 21 إلى 13 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الكرك 14 إلى 5، في الطفيلة 12 إلى 6، في الشراء من 10 إلى 3 درجات، في معان من 14 إلى 5، وفي خليج العقبة من 22 إلى 14 درجة مئوية. في المناطق الشرقية تكون في رويشة من 14 إلى درجتين، والأجواء قارصة البرودة ليلا 14 إلى 1 في الصفاوي، وفي الأزرق من 15 إلى 4 درجات مئوية. ماذا من المتوقع أن تكون الأجواء خلال آخر أيام هذه السنة ومطلع العام الجديد؟ إذن هذه خرائط تحركات الكتل الهوائية في طبقات الجو العليا، والتي تشير إلى أن هناك تعمق لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا تقريبا نهار يوم الجمعة في السواحل الشمالية للأراضي المصرية، ويبدأ بالتحرك التدريجي نحو الغرب. تحرك هذا المنخفض الجوي العلوي نحو المنطقة سيعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة تدريجيا يوم الجمعة ونهار يوم السبت في عموم تقريبا المناطق الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، نتيجة أيضا امتداد لما يسمى بالمنخفض البحر الأحمر من الجنوب باتجاه الشمال. هذه خرائط الهطول لتوقعات الأحوال الجوية خلال تقريبا كامل الأيام القادمة. فسنلاحظ أن المملكة تقريبا بمنأى عن تأثيرات الأحوال الجوية غير المستقرة خلال هذه الأيام، سوى يوم الأربعاء مساء كما نلاحظ هناك فرصة لدخول بعض السحب والغيوم الماطرة، ولكن سرعان ما تتراجع فرص الهطول بقية أيام هذا الأسبوع. ولكن يوم الجمعة يتقدم هذه السحب والغيوم الممطرة المرافقة للأحوال الجوية غير المستقرة تدريجيا باتجاه المملكة، تصل أجواء المملكة يوم الجمعة وتستمر بالتواجد يوم السبت، وبالتالي نتوقع ازدياد فرص هطول الأمطار يومي الجمعة والسبت على شكل أحوال جوية غير مستقرة في مناطق متفرقة ومختلفة من المملكة بمشيئة الله تعالى. إذن الأمطار بإذن الله ستعود من جديد نهاية هذا الأسبوع، تحديدا في تدريجية مع ساعات مساء آخر يوم من هذه السنة ومطلع العام الجديد. التفاصيل أكثر طبعا ستكون أوضح خلال اليومين القادمين. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع
بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.